تمت مشاركة جامعة ديالى تحت إشراف سيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عباس فاضل برعاية الدكتور سيد أستاذ الدكتور دكتور تحسين حسين مبارك عميد كلية العلوم. تمت مشاركتنا لهذه السنة للمعرض الإنتاجي الخاص بالجامعات العراقية. تمت مشاركة كلية العلوم بإنتاجات خاصة تعليمية للطلبة، توجيهية وتعليمية للطلبة، وكذلك مشاركتهم بالبنى التحتية، توضيح البنى التحتية الداخلية لبنايات الجامعة بصورة عامة. مثل ما تلاحظون أنه إحنا شاركنا بجزء كبير من المنتجات الكيميائية والمستخلصات الطبيعية بقسم الكيمياء، خاصة بقسم الكيمياء، وكذلك تمت مشاركة من المنتجات، خلينا نقول الأشياء العلمية، البوادر العلمية الناتجة من كلية العلوم جامعة ديالى. هذا المعرض هو المعرض الدولي العالمي الأول للتعليم. الحقيقة مؤسسة الاستشاريين الدوليون قامت هذا المعرض. هذا المعرض يقام على غراره في معارض عالمية بالجامعات العالمية، حتى الجامعات الحكومية في الدول الأخرى تقيم هكذا معارض. الغرض منها هو عرض نتاجات التعليم للطلبة، تتيح الفرصة للطلبة لأن تختار مستوى التعليم أو طبيعة التعليم المناسب لها، بمعنى أنه حرية الاختيار للطالب في أن يختار المكان المناسب ليناسب قدراته، طموحه، مؤهلاته، مواهبه ممكن أن يجدها. ما يتعلق الأمر بالجامعة المستنصرية، إحنا ممكن نعرض جوانب التعليمية وجانب العلمية، عندنا نتاجات علمية لأساتذة والطلبة، وعندنا أيضا نتاجات تعليمية. الجامعات الحكومية معروفة بإنتاجها، لكن مع هذا هنالك عندنا برامج أخرى ممكن أنه تستقطب المتلقين اللي هم الطلبة أو الباحثين الآخرين. حقيقة اليوم شاركت جامعة البيان باعتبارها الراعي الرسمي لهذا المعرض، معرض التعليم الدولي، وحبينا نشارك للزائر الكريم يعني عن أهداف الجامعة، وحقيقة يعني أن أهداف يعني واعدة إن شاء الله، ونحاول أنه نكثر من عدد الكليات مالتنا. حاليا هسه عندنا بدينا بأربع كليات وهسه بست كليات، وثلاثة أو أربعة منها كليات ذات طابع طبي، يعني الصيدلة وطب الأسنان والتمريض والتقنيات التحليلات المرضية، ونحاول أنه يعني نوصل فكرة للزائر الكريم عن يعني اهداف الجامعه ما يخص يعني مو بس الوضع المحلي، الوضع العالمي. والدليل على هذا انه عندنا مذكرات تفاهم، عندنا مذكره تفاهم مع جامعه هاسفيلد البريطانيه، وعندنا مذكره تفاهم مع جامعه بغداد الحكوميه، وفد يعني فد عقود معينه ضمن سياقات معينه، يعني صار العقود، ونطمح انه نكون يعني مذكرات تفاهم مع جامعات عربية أخرى. برعاية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية مكتب الاستشاريين الدوليون، تشارك كلية الحسين الجامعة بهذا المعرض، معرض العراق الدولي الأول للتعليم. وكلية الحسين الجامعة موقعها في كربلاء، وتأسست في العام 2006 وحصلت على اعتراف في العام 2010. تضم كلية الحسين الجامعة أربع أقسام: قسم تقنيات الأجهزة الطبية، وقسم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وقسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات، وقسم طب الأسنان. حقيقة مشاركتنا كانت مشاركة حقيقة يعني نقدر نعتبرها متواضعة، وذلك خلينا نقول بسبب ضيق الوقت اللي مر بنا، لكن مع ذلك احنا استطعنا ومن خلال خلينا نقول معروضاتنا ومنتجاتنا حقيقة ردنا نوصل انه خلينا نقول ماكو شيء مستحيل على الطالب العراقي في حال انه خلينا نقول اشرك نفسه في النتاجات العلميه وفي البحوث العلميه. وحقيقه الان خلينا نقول الدليل واضح جدا من خلال مشاريع الطلبه اللي اذا نشوفها امامنا، شوفوا حضراتكم امامكم، اللي حقيقه يعني خرجت بنتاجات عمليه خلينا نقول متطوره وحديثه بالمجال العلمي.